أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار، آمين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، حكم ربنا سبحانه وتعالى على كل نفس بمغادرة هذه الدنيا، فقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال أهل التفسير: كل نفس يدخل فيها نفس الإنسان ونفس الحيوان ونفس الملك ونفس الجن ونفس الحشرات، كل نفس، كل روح، كل روح ستروح إلى خالقها، سواء كانت روح ملك أو روح نبي أو روح إنسان أو روح حيوان أو روح فراشة أو روح نحلة أو روح حيوان، فكل المخلوقات مصيرها هو الفناء. قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع. كل شيء، الله تعالى حكم على جميع المخلوقات، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن له الحكم وإليه ترجعون، فهو الذي خلق وهو الذي يحكم. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فهو الذي يخلق ما شاء متى شاء وأين شاء، الزمن الذي يشاء وفي المكان الذي يشاء، ويأخذ روح من شاء في الزمن الذي يشاء وفي المكان الذي يشاء وفي الحال التي يشاء سبحانه وتعالى. لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، بمعنى أن أي شيء في هذا الكون لا يستعصي على الله سبحانه وتعالى، ما كاينش شي حاجة اللي صعيبة على الله سبحانه وتعالى. كما بدأكم تعودون، كما بدأ كل خلق يعيده سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان من هذا التراب وأحياه على وجه هذا التراب وسيعيده إلى هذا التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا الإنسان اللي كيعرف هذه الحقيقة وتيعرف أن المصير هو هذا القبر، وما كاينش شي واحد اللي غادي يخلد في هذه الأرض، ومع ذلك يتكبر أو يتجبر أو يتغافل أو ينسى هذا المصير، فلا بد أن يراجع نفسه، لا بد أن يراجع الإنسان نفسه. لأن أنت كتشوف خوتك تيموتوا، جيرانك تيموتوا، أحبابك تيموتوا، أصدقاء ديالك تيموتوا، الأقران ديالك تيموتوا، أصحابك اللي كانوا حداك في الجامعة كيموتوا، أصحابك اللي كانوا معك يعني في العمل كيموتوا. إذن ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ هل ستخلد فيها؟ لو خلد أحد في هذه الدنيا لخلد فيها الأنبياء، وكل شيء حد اللي غيبقى خالدين فيها في هذه الدار لا خلد فيها الأنبياء. ولو كان شي واحد يستحق أن يخلد على وجه الأرض ويطول به المقام في الأرض لكان سيدنا آدم، لكان سيدنا نوح، لكان سيدنا إبراهيم، لكان سيدنا عيسى، ولكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الله تعالى قال له: إنك ميت وإنهم ميتون.
شوف ربي عز وجل نزل هذه الآية على سيدنا محمد سنوات قبل ما يموت، وما قالوش يا محمد إنك ستموت، بل قال له إنك ميت، حسب راسك ميت. وهذه الآية راه ما تقالتش غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب في القرآن الكريم تيكون موجه أصالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ما كانش شي دليل كيدل على الخصوصية ديال الخطاب بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب له ولأمته. فالأحكام كلها يعني اللي صدرت في القرآن فهي له ولأمته، فكأن كلام الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولكل فرد من هذه الأمة: راك ميت أيها الإنسان، إنك ميت وإنهم ميتون، راك غادي تموت. وما دام غادي نموت، السؤال المطروح ماشي نهاراش غادي نموت ولا وقتاش غادي نموت ولا أش من عام غادي نموت، هذا علمه عند الله تعالى. لكن السؤال المهم هو أشنو وجدت لهذا النهار، لمثل هذه الساعة اللي غادي يهال علي فيها التراب ويتركني فيها الأحباب والأصدقاء والجيران، أشنو وجدت لمثل هذه اللحظة؟ لأن واحد الرجل دخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من البادية وشغلوه واحد السؤال، ديال الساعة، قال يا محمد متى الساعة؟ يا محمد وقتاش غتقوم الدنيا؟ وقتاش غتقوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله، والله تعالى خبروا أن هذا الحدث هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الرجل باش جاوبوا بسؤال سول هو ما جاوبوش بجواب، ولكن جاوبوا بسؤال، وهذاك السؤال فيه نيت الجواب، قال له: ويحك إن الساعة لآتية فماذا أعددت لها؟ ها شنو السؤال اللي تسول؟ ماشي وقتاش غتقوم الساعة، ماشي وقتاش غادي نموتوا، ماشي وقتاش غادي تفنى الدنيا، ماشي وقتاش غنغادروا الدنيا. هذاك علمه عند الله، وراها جاية، راه ماشي بعيدة، لأن احنا كنستبعدوها، كتبان لينا بعيدة، كتلقى الإنسان صحيح وبخير وها سيارته وها الدار ديالو وها العمارة ديالو كل شيء، ها الوزينات ديالو غاديين كل شيء غادي، واحد النهار تيقول فلان مسكين مشى عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه حقيقة، لكن الحقيقة الكبرى المغيبة اللي ما خصهاش تغيب علينا هي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال له: فماذا أعددت لها؟ أشنو وجدتي لهذا القبر؟ والصحابة يعرفوا أن الإنسان إلا بغى يوجد القبر ولا بغى يوجد المغادرة الدنيا راه ما غايوجدش الفلوس ولا الشواكش ديال الحوايج ولا كذا، ولكن تيوجد الاعمال الصالحه، تيوجد الزاد ديال الاخره اللي قال فيه ربي عز وجل: وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وتزودوا، كل واحد كيتزود في هذه الدنيا زاد الراكب، اي واحد بغى يسافر كيوجد الزاد، اللي بغى يسافر سفر قصير كيوجد الزاد، واللي بغى يسافر سفر طويل كيوجد الزاد اكثر من الاول، واللي عنده سفر اطول كيوجد الزاد اكثر من الاول والثاني، ولكن اللي بغى يسافر الى الدار الاخره الزاد ديالو هو الزاد اللي ما كيفناش، لان الزاد ديال الدنيا كيفنا. ديتي معاك 4000 غتسالى، ديتي معاك 50000 فرانك غتسالى، ديتي معاك 1000 درهم غتسالى، لان الزاد ديال الدنيا دغيا كيفنا وكيتسالى، ولكن الزاد اللي ما كيتسالاش وبل كيزيد، كتلقاه كيزيد اضعاف مضاعفه هو الاعمال الصالحه. اللي صلى كيلقى الصلاه ديالو اضعاف مضاعفه، اللي تصدق كيلقى الزكاه ديالو والصدقه ديالو اضعاف مضاعفه، بمعنى هذاك الزاد تيربيه الله تعالى، يربيه اي ينميه. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، بمعنى انك كتلقى هذاك النفقه اللي نفقتيها انت بالعشرات وكتلقاها عند الله تعالى بالالاف او مئات الالاف. فلذلك معاشر الأحبة، هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحه على روسنا، وهذا السؤال هو اللي خصنا نوجدوا له جواب: ماذا أعددنا للقاء الله تعالى؟ ماذا أعددنا لساعة الفراق؟ ماذا أعددنا لمثل هذه اللحظة معاشر الأحبة؟